السلام عليكم، يعطيكم ألف عافية متابعين قناتي ومتابعيني على منصات السوشيال ميديا. بعرف أنه متابعيني على يوتيوب من زمان ما طليت عليكم ولا نزلت وصفات. طبعا الأحداث اللي صايرة كلها نعرفها، خلت الواحد شوي هيك يكمش على حاله، ولكن إن شاء الله راجعين لحياتنا وإن شاء الله النصر قريب جدا بإذن الله. حبيت اليوم أعمل لكم البندورة اللي مخلل على الطريقة الغزاوية، ونفس الوقت كتير انطلب مني بزر الكتان كيف نستعمله بالأكل، فعملت وجبة خفيفة لذيذة ممكن تعتبروها غدا عشاء فطور، فحابة انكم تروحوا تشوفوها ان شاء الله. راح انزل البندورة على التيك توك وان شاء الله تعجبكم، حطولي بالتعليقات ويعطيكم ألف عافية. وصفة اليوم كتير سهلة، اعتبروها فطور زي ما حكيت ببداية الفيديو. أكتر ناس بيستعملوا الوجبات هاي اللي بيكونوا ماشيين على نظام غذائي معين أو على الكيتو أو على الصيام المتقطع. أنا بما أني صار لي فترة ماشي على الصيام المتقطع، فكان من ضمن البرنامج اللي أنا كنت ماشي عليه أنه أستعمل بزر الكتان بطعامي، ولكن بزر الكتان لحتى أحصل على أكبر فائدة منه فضروري جدا أنه يتعرض للحرارة أو نحمصه. فرح أفرجيكم هلأ كيف رح نعمل وجبة فطور سريعة ويكون فيها بزر الكتان. أول إشي رح أجيب مقلاي، ويفضل تكون غير لاصقة، ورح أسخنها شوي وبحط بزر الكتان وبتركه يعني ثواني هيك معدودة، وببلش أقلب فيه لحتى ياخد من الحرارة. ما بياخد وقت كتير، بمجرد ما يطقطق معي هيك بضمن انه هو الحرارة وصلت لداخل حبات بزر الكتان وصار جاهز اني استعمله بوصفاتي. طبعا بتقدر تستعملوه مش بس بالفطور، ممكن بالشربات، ممكن يترش على السلطات مثل الفلفل الاسود. هون بعد ما اتحمص حطيته على جنب، ومثل ما انتم شايفين هذا فطر وبصل اخضر وفلفل اخضر سواء فلفل حار او فلفل ملونه، المتوفر عندك استعملي. بنفس المقلاي شويه زيت زيتون وبنزل فيهم بالفطر وبالخضار وبغطيهم مع رشه خفيفه من الملح، بس يدبلوا شوي. بضيف بزر الكتان، وعندي حبتين من البيض برش عليهم رشة خفيفة من الملح ورشة خفيفة من الفلفل الأسود، بخفقهم وبديرهم فوق الخضار وبترك العجة لحتى تنضج تماما. وجبة خفيفة لذيذة مغذية جدا جدا يعني. واليوم رح أقدمها مع البندورة الغزاوية، شايفين المنظر ما أحلى، بتمنى تجربوها. رشيت رشة خفيفة من البابريكا المدخنة، كتير بتعطي طعم صراحة مع الأكل. شوفوا هالمنظر وتفضلوا معي. هيك بتكون وصفتنا خلصت، يا رب تكون عجبتكم. خليني أذوقها معكم. ساخنة كتير. تفضلوا معي. طيبة جدا. بتمنى تجربوها وتحطوا لي بالتعليقات لو عجبتكم. يعطيكم ألف عافية.